الو، بونسوار. Bonsoir. اوكي، راه هي كومين بيرسون. تري بيان. اوكي، طيب حنا اوني 3 3. طيب حنقرا الاول الديالوج وبعدين نرجع نقرا التابلو ده ونعمل لي زيكزارسيس دول. اوكي، حقرا الاول الديالوج. لا سيرفوز، لا سيرفوز اللي هي الويترس. اوكي، لا سيرفوز بتقول اي فوسي ان كافي لويجي، ميرسي، vous êtes belge. هو بيسأله vous êtes belge، انت بلجيكي؟ non je suis allemande. بيسأل السيرفوز فبتقول له non، لا je suis allemande، انا المانيه. vous parlez bien français، تكلمي كويس فرنسي. la serveuse بيقول لها، la serveuse بترد بتقول merci et vous vous êtes français، وانت فرنساوي. قال لها non italien، لا ايطالي. اوكي، هنتكلم بس على كلمة voici. ايه موضوع voici ده؟ اوكي، voici عندنا في اللغة دايما عندنا كلمة voici وكلمة تانية اسمها voilà. هما دايما كلمات زي بعض، وبعملهم ازاي؟ اول حاجة في استعمال الكلمتين دول، اول حاجة في الاشارة. لو انا بشاور على حاجة قريبة هقول voici. اوكي، لو انا بشاور على حاجة بعيدة هقول voilà. اوكي، montrer une chose de près. montrer يعني أوري حاجة أو أشاور على حاجة. montrer une chose يعني حاجة، près يعني قريب. والوان يعني بعيد، دو لوان، لوان يعني بعيد. طيب دي أول حاجة في استخدام الكلمتين. تاني حاجة بارلي يعني نتكلم، دون شوز نتكلم عن حاجة. بارلي دون شوز اون بروميير فوا. يعني للمرة الأولى، يعني بتكلم عن حاجة للمرة الأولى. يعني دلوقتي لو احنا دلوقتي بنعمل ديالوج، في حوار ما بيننا، ديالوج، وأنا بتكلم مثلا على السيارة بتاعتي، تمام؟ لو أنا لفظ السيارة، كلمة السيارة نفسها، لو أول مرة هتكلم عن السيارة وأقول لك ها هي السيارة، سيارتي مثلا، أيا كان هي بعيدة أو قريبة، ممكن أوريها لك في الموبايل. مش هنا، مش الحالة التانية، مش ملهاش علاقة بالقرب والبعد ولا الإشارة. أوكي، أنا بتكلم عن حاجة، تمام، لأول مرة في الحديث، فبستعمل voici ma voiture، بوريها لك في الموبايل مثلا. لكن لو أنا مثلا في حديثي معاك استعملنا كلمة سيارة دي، اللفظ نفسه، الكلمة نفسها استعملناها لكذا مرة، يعني قعدنا نتكلم، أقول لك سيارتي أنا لونها كذا وماركتها كذا وكلمت عليها كتير، وفي الآخر جاي بوريك لك السيارة، بقول لك صورة السيارة، أو في سيارة عدت بقول لك زي سيارتي، فهستعمل كلمة فوالا. فوالا يبقى parler de la chose. اوكي، بليزيور فوا يعني عدة مرات. لما اتكلم عن الحاجة عدة مرات وبعدين اجي اوريها بستعمل فوالا. لما بتكلم عن حاجة لأول مرة هتكلم عنها، هلفظها في الديالوج، هستعمل فوسي. سي كلير، واضح؟ تمام. طبعا هنشوفها كتير في الديالوج اللي جايين وفي الاوديوز. هتشوفوا استعمالها عامل ازاي. يعني زي هنا في اي فواسي، يعني وها هو وها هي قهوه، يعني
يعني زي ما أقول باللغة العامية يعني وعندك واحد قهوة يعني، أوكي؟ بالطريقة دي هي لأول مرة تلفظ كلمة قهوة معي، فبتقولي فواسي ان كافي، كافي يعني قهوة. طيب طيب هنقرأ الديالوج وبعدين نقرأ ده. أحمد وفيليخ. اوكي لا سيرفيز اي سيرفوز، فوسي ان كافي لا هنا اس سيرفيز ده نطقه زد، سيرفوز سيرفيز اي فوسي ان كافي وي جي ميرسي فوز تيلج لا سيرفيز نو جو سوي الموند وي جي فو بارلي بيان فرونسي لا سيرفيز ميرسي اي فو فوز ات فرونسي نو ايطاليان. تري بيان. نهله. اوكي وي La cerveza et voici un café. Merci. Vous êtes belge? Non. Non, je suis allemande. Vous parlez bien français? Merci. Et vous? Vous êtes français? Non, italienne. Italien. Italien. Bien. ايطاليان، لو قلنا ايطاليان يبقى ايطاليا، ايطاليا يعني ايطالي، اوكي؟ تفرق تفرق مذكر ماسكولان وفي مينا. طيب ممكن تقري لي الكلمه دي تاني؟ لا سيرفوز. لا سيرفوز. تري بيان. اوكي احمد هنقرا التابلو ده الاول وبعدين نحل اكزرسيس. الي فرونسي الي فرونسيز لحد الاخر. فرونسي فرونسيز شنوا شنواز اسبانيول اسبانيول المون المون مكسيكان مكسيكان Canadien, Canadien, Turc, Turc, Belge, Belge. OK. Nahla? OK. Français, Française, Chinois, Chinoise, Espagnol, Espagnol, Allemand, Allemande, okay. Mexicain, Mexicaine, okay. Canadien, Canadienne, Turc, Turc, Belge, Belge. Très bien. قبل ما نحل الاكزرسيس هنتكلم على حاجة كده سريعة. زي موجوده في كلمه فرونسي والمان اللي هم لي فويال نازال اللي احنا قلنا نتكلم عليهم المره الجايه. اوكي اللي هم اوكي طيب هكتب كده فويال نازال فويال نازال او الحروف المتحركه المفروض بنلفظها او بننطقها عن طريق الانف. اوكي عشان كده هي اسمها نازال يعني انفيه، نظر يعني أنفية. أوكي عندنا أو إن. طب خلينا نبتدي بال أوكي كده أ إن و أو إن و أو إن إي إن و أو إي إن و أو إن و إي غريك إن و اي ان. اوكي جو دون ان اكزومبل هنا زي كلمه فرونسي ال ان دي بنعتبرها ده صوت، ها اون فرونسي، فال ان ده بنسميه فويل نازال. اوكي لي فويل اللي احنا شفناهم السته اللي هم شفناهم المره اللي فاتت دول اسمهم اوغال يعني يلفظوا عن طريق الفم، لكن دول عن طريق الانف. ف ان فرونسي اللي هو حرف صوت الان، ان فرونسي ان. ممكن نلاقي كلمه ان دي بنلاقيها في مثلا سون 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 اللي هو 100 عدد رقم 100 سون. اوكي هنا زي كلمه ما سون ساوند صوت سون، فالمفروض ان احنا ده من الاخف للاتقل، فبنقول ان ان اون يعني صون ده يعني زي تلفزيون صون تبقى تقيله كده من الاخف للاتقل. كلهم لو انتم شايفين كلهم بيخلصوا بحرف الان، فالان ده بيتقلب ام، هكتب كده بيتقلب ام قدام اوكي قدام البي والبي.
مش بيتقلب ازاي يعني؟ هو مش انتوا اللي بتغيروا يعني الكلمة أصلا؟ عمرنا ما هنلاقي دول الآن والآن والآن دول قدام البي والبي، أو لما بيجوا بعديهم البي والبي، وهنلاقيهم في أن هنا. هنلاقي الأن دي اتقلبت أوتوماتيكمون هنا لأن. زي كلمة أمبولانس، إسعاف. أوكي، هي نفس صوت الأن، أمبولانس، أمبولانس، نفس نوت الأن، بس زودنا سنة أم في الآخر. أوكي، قلنا أم أمبولانس، وبعدين كملنا قراية الكلمة زي ما مكتوب، بس ما كتبناهاش أن، كتبناها أم. كلمة مثلا زي تومبل، تومبل يعني معبد. أوكي، أو كلمة زي هنا هنلاقيها مع الأو إن، هنلاقي كلمة زي أومبر، دل. فدايما دي ستون ريك دورتوغراف، أو قاعدة تعرفوها عشان لما تيجوا، قاعدة إملائية. أوكي، لان في الصوت ما بيختلفش. لو انتوا بتعملوا على فكره، هيبقى في يبقى في ديكتي، هيبقى في زي املا في الكور، تسمعوا اوديو وتكتبوا. اوكي، اللغه الفرنسيه في كلمات بتتنطق زي بعض في الصوت زي بعض، لكن هي نفس الكلمه، نفس الكلمه في الصوت زي بعض، بس في الكتابه نقصد بيها ايه. لازم تبقى متابع السياق او الكونتكست او معنى اللي انت بتكتبه عشان تعرف تكتبها بأي طريقة. أوكي، فعشان كده لازم أنا بقول لكم على الموضوع الأم اللي هو في الفويل نازال ده قبل البي والبي. طيب الفويل نازال الثانية أو الصوت الثاني اللي هم دول كلهم بنفس الصوت، يعني نفس الصوت. أ زي مثلا تنتا، عارفين تنتا؟ ف ان هو رقم واحد. اوكي، رقم واحد. اوكي، هو تنتان ده الهوي. pardon، اول كلمة خالص تنتان. سوري، الترجمة بتاعت تنتان دي شخصية كوميكس يعني. اوكي، تمام. اوكي، انت لو كتبت تنتان على جوجل هيطلع لك صوت وهتعرفه. اوكي، طيب عندنا إجراك والآن زي كلمة سنتاز. إجراك، إجراك سنتاز، زي يعني خلاصة، كلمة سنتاز يعني خلاصة. أوكي، أوكي، كلهم هنا زي ماروكان أو أمريكان مثلا. أوكي، ماروكان يعني مغربي، يعني نكتبها أمريكان عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم أكثر. أمريكاني. أوكي، طيب الاو ان دي بقى، الاو ان دي احنا شفنا ان الاو ان دي هنا ان، لكن هنا ممكن تجي لنا في كلمه زي كلمه اوروبيه. اوكي، طيب اوروبيه بتتكتب كده، دكاغ. فالاو ان هنا اتنطقت ان، ما اتنطقتش ان. وهتقولوا لي طيب امتى هنعرف ان الان دي ننطقها ان ولا ان؟ يا با دو ريكل، ما فيش قاعده. لا براتيك هي اللي هتعرفك ان الكلمه دي زي في كلمه اوروبيا، الان هنا اتنطقت ان ما اتنطقش ان. دكاك، واضح؟ اوكي. طيب، وبرده البي والبي برده بيمشوا مع دول. اوكي، يعني هنا مثلا ممكن نلاقي مثلا كلمه زي كلمه ام permeable مثلا، كلمة بتكتب كده هنا بي impermeable، يعني impermeable يعني ضد المية. اوكي، بنقول مثلا حاجة ضد المية impermeable. اوكي، ممكن في كلمة مثلا زي اولمبيك مثلا، اولمبيك هنا برضو مش جاي في بالي كلمات،
بس برضو هتلاحظوا طبعا لازم مع الممارسة مع البراكتيك هتعرفوا كتابة الكلمة بتبقى عاملة ازاي، وهنعرف مادام عندنا بي او بي في الكلمة يبقى صوت الان او الاون اللي هيجي هيبقى بالام مش بالام. هبعت لكم على الجروب واتساب، اوكي، هبعت لكم حاجتين، هبعت لكم فيديو عن لي فويل نازال، اوكي، وهبعت لكم ان كاي كراسة عن ليكريتور، الكتابة ليكريتور اون كورسيف. الكتابة اون كورسيف بطريقة الكورسيف، يعني كورسيف اللي هو باللغة العامية المصرية المشبك، الفرنساوي بيتكتب مشبك ما بيتكتبش زي الإنجليزي حرف كل حرف لوحده. طريقة الكتابة اللي هي بالمشبك اللي هي بنقول عليها كورسيف، هبعت لكم كاي كده بي دي اف، فالبي دي اف ده انتوا هتطبعوه وهتكتبوا، طبعا هيبقى عندكم زي الأولاد لما بيتعلموا في الحضانة يكتبوا نقط وتعيدوا وراها وتشبكوا الكلمة زي بنكتبها مشبك، كل حرف بيبقى له طريقة الكتابة بتاعته. عايزين تمارسوا بقى الكتابة بعد كده يعني بره البي دي اف اللي أنا هبعته، في الكراسات اللي بتتباع في المكاتب، في كراسات مخصوصة للغة الفرنسية، أوكي، واسمها لو هتروح تشتري تقول له أنا عايز كراس أو كشكول فرنساوي، الماركة بتاعته سياس ده، لو عايزين تشتروا كراسة من المكتبة تتمرنوا عليها، لأن الكراسة بشكل معين بيبقى لها مربعات كده عشان نعرف نكتب المشبك بطريقة أو ليكريتور أون كورسيف. هنقرا بس الكلمات اللي انا كتبتها دي بس عشان نشوف البرونسياسيون، اوكي، من الاخف للاتقل في دول، في اول ثلاثه فرونسي سون سون، اوكي. طيب احمد كومونسي ابتدي. فرونسي سون سون، فرونسي سون سون سون، اتقل شويه سون سون، اوكي. امبولانس طومب اومبر، ambulance temple ombre. OK. Ambulance temple ombre. OK. Ombre. Ombre. وهنا ambulance بالبي مش بالبي. Ambulance. Ambulance. طيب ممكن نقرا دول احمد؟ تمام. تنتان. ارى imperméable. Oui. Imperméable. Synthèse, olympique, américain, européen. Très bien. Nala. Tintin, imperméable. 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 Okay. Synthèse, olympique. Synthèse. Synthèse. Synthèse, olympique, américain. Américain, européen, 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 très bien, ok. طيب نرجع les exercices هنا، les exercices دول اللي قلنا lisez le dialogue، احنا قرينا الديالوج، d'accord. Dites quelle est votre nationalité. هنا lisez le tableau ci contre. Complétez يعني أكمل. Okay. Le tableau suivant التالي avec le féminin ou le masculin. هنا عندنا féminin ou masculin. عندنا il est ou elle est. طيب أحمد, on commence avec vous. عندنا anglais. تبقى الفيمينا بتاعها تبقى anglaise. Anglaise. Okay. نهلا. هنا عندنا italienne. الماسكولين يبقى لا هو صوت ما وصلش، قولي تاني. ايطاليان. ايطاليان بالظبط، من غير الان والاو، اخر ان و او. اه اوكي. طيب احمد
اسبانيول زي ما هي بس بالاو بالاو بنزود اه بالظبط. نهلة هنا مكتوب شايفة سويدواز اوكي كده سويدواز هتبقى سويدوا سويدوا بالظبط. هنشيل ايه هنا؟ هنشيل الاو بس. اوكي احمد اندونيسيان اندونيسيان بالزد دبل ان اندونيسيان 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 اوكي اندونيسيان تري بيان. نهلا روس 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 هتقدر زي ما هي روس برضو اوكي زي ما احمد ماروكان ماروكان طب الفيمينا ماروكان تري بيان بنزود او نهلا غريك اوكي تفضل غريك. هنشيل ايه من هنا في البرونسيسيون؟ هي هي بس هنشيل ايه من هنا؟ احنا هنشيل ال كيو والاي والاي بالظبط الكيو والاي والاي اوكي قوليها تاني كيو اي او كيو اي او لا كيو اي او Q U E E E E très bien. بيقول لنا compléter avec être s'appeler parler. دول الثلاث افعال اللي احنا خدناهم لحد دلوقتي être و s'appeler و parler. مكتوب هنا au parlement européen de Bruxelles يعني في البرلمان الاوروبي بتاع بروكسل. اوكي احمد commencez. Bonjour. Je suis Eva Conti. لا خلينا نقول مدام هو ينفع نقول على فكرة ينفع أقول ب verb être je suis I am I am وأقول non prénom بس هنا عايزين نستعمل verb اللي هو verb s'appeler نقول je m'appelle je m'appelle très bien continue كمل je suis député européen député européen députée européenne. Alors, je suis, ok, je suis ça, il va verbe être. Okay. Je suis députée européenne. Européenne. Yani, ana naiba parlamentaire, asdi européen. Ok, naiba européen. Fahena, hatena, je suis. Le naidi est, le naidi mehna. Profession. Ok, laisse en chouf les professions au dem. طيب نهلة هنا vous êtes italienne très bien non non je suis allemande très bien non je suis allemande Ahmed vous êtes français moi je suis polonais لا vous êtes لا هنا هنا لو انت تابعت هنا هيقول له هنا Vous parlez français. Hayolu, moi je suis polonais. Il va. Ou hena hastamel verb parler. Fi akhir wahda. Je un peu polonais. Je parle. Bizab. Je parle un peu polonais. Très bien. Ok. Taib. Fi soual. Bemonasbet el verb être. Ok. Un verb être. Moumkin bardou yjina soual. An el ism verb être. يبقى احنا قلنا verb être ممكن يجي في الناسيوناليتي وبيجي هنا l'état marital وهنا quelle est votre profession. طيب ممكن يجي هنا قبل ما نحط سؤال هنا هنا quelle كده quel est votre nom ما هو اسمه Quel est votre nom? هنا هنقول الاسم على طول احمد مثلا احمد مثلا حسن هكتب حسن كله ماجيسكول عشان يبقى باين انه اول واحد برينو وتاني واحد نوم. Quel est votre nom?
ممكن طبعا اقول جو مابيل، بس كالي فوتخنو اقول اسمي على طول. فممكن يكون يجي لنا سؤال عن الاسم فيرب اتر اللي هو اللي احنا خدناه النهارده. فيرب اتر ممكن يجي لنا اسئله بيه في مجالات او في بطرق كتير، عن الاسم، عن المهنه، عن الحاله الاجتماعيه. فيرب اتر مهم جدا واستعمالاته كتيره. رونج Parlez-vous. ممكن أرد وأقول je suis verbe être. لو أنا بتكلم عربي هقول arabophone. لو أنا بتكلم إنجليزي هقول anglophone. لو أنا بتكلم فرنساوي هقول francophone. فون اللي بيجي في الاخر ده اللي هو متكرر في ثلاث كلمات ده اسمه في الجرامير ده بنسميه سيفيكس. فون ده سيفيكس يعني ايه؟ سيفيكس يعني كلمه بتيجي في الاخر او بتيجي في اخر كلمه بتديها المعنى، بتدي معنى للكلمه كلها. ففون ده يعني ناطق بي. يعني لما اقول انا جو سوي أغابوفون يعني أنا ناطق بالعربية. لما أقول أنا جو سوي أنجلوفون يعني أنا ناطق بالإنجليزية، ولما أقول جو سوي فرانكوفون أنا ناطق بالفرنسية. يعني أنا ناطق بالعربية أو الفرنسية والإنجليزية، يعني أنا بتكلم اللغات دي. واضح؟ سي كلير؟ سي كلير. وممكن على أي لغة، روسوفون أي لغة بنزود لها فون، بس طبعا دايما هنلاقي في او قبليها. اوكي لازم تبقوا فرانكو هنا في او، دايما في او قبل كلمه فن. فاكرين التيتوامو اللي احنا اتكلمنا عليه الحصه الاولانيه، التيتوامو والفوفامو؟ التيتوامو احنا قلنا ما ينفعش نكلم حد بالتيتوامو لو حد انا ما اعرفوش معرفه شخصيه، تمام؟ او حتى لو انا اعرفه ما فيش علاقه شخصيه، مش صاحبي مثلا، ما ينفعش اكلمه بتو. الفرنساويين لو انا كلمت واحد بتو من غير وانا ما اعرفوش وهو مش صاحبي هيزعل جدا، هيعتبر دي اهانه انك بتكلمه من غير ما تقول له حضرتك يعني. فبالطريقه دي بنستأذن ان احنا نكلمه بتو. اوكي فالسؤال اللي هو بنطلب بنقول يعني اون ديموند لا بيرميسيون، بنطلب الاذن ان احنا نكلمه بانت. فبنقول است كون بو سو تيتوايي، وهنا فيرب برونومينال. هيرد يقول طبعا لو هو موافق هيقول وي بيان سور، نعم طبعا، بيان سور طبعا. لو هو رافض ان يبقى في علاقه يعني علاقه يعني صداقه او نتكلم كده من غير تكليف هيقول لك نو je préfère qu'on se vouvoie. لا انا بفضل ان احنا نتكلم بعض بالفوفوامون يعني. هو في فيرب اسمه tutoyer vouvoyer والفعلين هم من بريمير جروب. اوكي طيب هنشيل ده. دي معلومه بس في الكولتور فرونسيز لازم تبقوا عارفينها. ما ينفعش نكلم حد ما نعرفوش بتو، ولو عايزين نعمل كده نطلب الاذن. يعني الفيرب اللي هو تتويي ده معناه ان نتكلم تتوامو بالظبط. هو فيرب هنا مكتوب فيرب تتويي، هو هنا محطوط في المصدر عشان جاي بعد فيرب متصرف، بس دي هنشوف القاعده دي بعدين. فيرب تتويي بالظبط. وعندنا فيرب اسمه تاني اسمه فيرب فوفويي. هما واخدين الموضوع بجد قوي لدرجة انهم عاملينها طبعا بيرب. موجود موضوع بجد تماما يعني. اوكي يعني مش هزار. وفي حاجة كمان في الثقافة الفرنسية، لو انا شفت واحد الصبح وما قلتلوش بونجور بيعتبرها اهانة جد، اهانة كبيرة يعني. ممكن يتقال عليك ده اللي ما بيقولش بونجور. فالموضوع مهم جدا. اوكي انا في اوكي في
الحاجات دي كلها بالفرنساوي بنسميها le savoir vivre. هنشوفها قدام في لسون من اللسونات، هنشوفها اسمها le savoir vivre. le savoir vivre او ترجمه المصطلح يعني زي نعرف نعيش، اوكي. le savoir يعني المعرفه، وvivre يعني نعيش، او اوكي ازاي نعرف نعيش. في قواعد احترام كتير في الثقافه الفرنسيه، الناس الفرنسيين بيستعملوها عشان يبقى عندهم savoir vivre، منها بونجور ومنها الفوفوامون، داكور. بس وفي حاجات تانية طبعا، الاتيكيت والحاجات دي كلها تدخل برضو في السافوار فيف، اوكي. وهم بياخدوا الموضوع ده بجد جدا. هنشوف هنا دوزيام اكزرسيس، كالي لور ناسيوناليتي، ما هي جنسيتهم. لور برضو صفة ملكية، هنشوفها بعدين. عندنا هنا مكتوب شونتور سيلبر، او مغنيين سيلبر مشهورين، اوكي. عندنا انا هقول لكم جنسياتهم وانتم تقولوا لي الناسيوناليتي على طول. شارل ازنافور ده مغني فرنسي، انجون ده تقريبا انجليزي، اوكي. ميكا ده واحد ايطالي، سيلين ديان كنديه، ومايكل جاكسون امريكان. طيب اون كومونس، احمد هتقول لي ايلي او الي. شارل ازنافور هو واحد فرنساوي، تقول فرنسي. طيب نهلة، إلي أنجلي. أحمد، إلي دوتي. هو ألماني، يبقى إلي ألمان. نهلة، أم كلثوم. إلي جيبسيان. طيب يا أحمد، إلي فرنسيس. لا، كندية. سيلين ديان كندية، يبقى ألي كنديان. أوكي. ونهلة، إلي أمريكان. بالضبط، إلي أمريكان. طيب أوكي، هنشوف هنا دلوقتي فيرب جديد معنا، أوكي، وهو فيرب أبيتي، أوكي. وهنا ده النقطة أو رابع نقطة في البريزنتاسيون، في التأسيس، في الانيسياسيون اللي احنا بناخدها دي لسون زيرو، وهو اخر فيرب، هو فيرب ابيتي. فيرب ابيتي يعني يسكن، اوكي. تو ابيت او، احنا عندنا هنا اداه استفهام جديده وفعل جديد، فيرب ابيتي واو. او دي لازم يبقى عليها الاكسون ده اللي انتم شايفينه، لو ما كانش عليها الاكسون ده هيتغير معناها تمام، وتبقى اي تبقى معناها او اور، اوكي. فتو ابيت او هو فيرب ابيتي، هكتب هنا، اكتبه هنا. المفروض انكم تعرفوا تعملوا له كونجوجيزون لوحدكم، لانه من البرومي جروب، اوكي. فيرب ابيتي، الاول السؤال هيبقى tu habites، ودي لازم يبقى عليها اكسون، لان لو من غير اكسون هيبقى معناها او، ويعني اين. tu habites où، أو vous habitez، لو بتكلم بالفوفامون. والرد عنها جابيت، وحنشوف طبعا هنبتدي نتكلم عن حاجة اسمها les prépositions أو حروف الجر، اوكي. طيب هكتب الاول فيرب ابيتي، جابيت. 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 tu habites. tu habites. tu habites. il habite. il habite. elle habite. elle il habite. elle il ou elle. il habite, elle habite, on habite. il, elle, on habite. très bien. Ahmed. il, elle, on habite. ok. nous habitons.
Nous habitons. Nous habitons. Vous habitez. Vous habitez. Vous habitez. Ils habitent, elles habitent. Ils habitent. Ils habitent, elles habitent. Très bien. اوكي طيب هنشوف عندنا هنا ديالوج طبعا عشان نرد على السؤال ده انا اسكن لازم نبتدي نتكلم عن العناوين اوكي عشان نتكلم عن العناوين اول حاجه بناخد هنتكلم عن الارقام لنومبر اوكي او لشيفر لنومبر الارقام ولشيفر الاعداد اوكي ايا كان هما الاثنين تقريبا حاجه واحده بس هنقول عندنا هنا من 1 ل 10 هناخد من 1 ل 10 واحد بس اللي فيه ماسكولين في ميناء الباقيين لا اوكي طيب ودول اسمهم لي نومبر اغابا بالمناسبه اوكي دول الارقام العربيه دول اوكي طب هقراهم وبعدين تقروهم ورايا اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي احمد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اوكي ما قلتش الفيمينا هنا. اون. طيب نعلى. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. طيب. طيب هنشوف هنا في حاجة بس سريعة هنقولها على دول. الأرقام دي من أول 5 5 وعندنا 6 و 6 وعندنا 8 وعندنا 10 طيب اخر صوت بسمعه في 5 هو صوت الكا صون اوكي 5 كا اخر صوت بسمعه في 6 بسمع صوت الاس اخر حاجه بسمعها في ال 8 صوت التي واخر حاجه بسمعها في ال 10 صوت الاس هكتب هنا la prononciation ou note la prononciation des chiffres نوت الاعداد دي بالذات الاربعه دول اوكي اوكي لو قلت كده هكتبهم هكتب مثلا 5 5 ليفر 5 ليفر ليفر دي ممكن يقصد معناها كتاب او ممكن يبقى مقصود بها الجنيه الجنيه المصري اسمه ليفر برضو على فكره اوكي هنا الكونسون هي اللي ما ننطقهاش هنا ما ننطقهاش او نو برونونس با والعكس هنا هنا بنقول وهنا اون برونونس يعني هنا بقول سان ليفر اوكي سان ليفر او سي ليفر ما بقولش سانك ليفر اوكي وبقول سي ليفر اوكي مثلا سي مثلا اي حاجه اي حاجه بتبتدي بكونسون مثلا سي فواتور ست سيارات او اي يبقى كونسون لما يبقى في بعديهم كونسون هكتب كده اون برونونس بننطق اون بننطق ايه اخر اصوات في الحروف اوكي اون برونونس verb prononcé au verbe premier groupe hein تعرفوا تعملوا له conjugaison طب لو اوكي كونسون طب لو مش كونسون لو فويل يبقى on ne prononce pas on ne prononce pas يعني ما ننطقهمش يعني ازاي ما ننطقهمش لو عندي هنا بقول مثلا مفروض كده 6 انت الاكس ده بيتنطق اس بقول 6 اوكي لو قلت 6 سي لا ديزولي اوكي سي ليفر اوكي طب اوكي سان ليفر اوكي
هو العكس سي لي كونترير. هو المفروض هنا الكونسون هي اللي ما ننطقهاش، هنا ما ننطقهاش. اون نو برونونس با. والعكس هنا، هنا بنقول وهنا اون برونونس. يعني هنا بقول سان ليفر، اوكي سان ليفر او سي ليفر، ما بقولش سانك ليفر، اوكي بقول سي ليفر، اوكي مثلا سي مثلا اي حاجه، اي حاجه بتبتدي بكونسون، مثلا سي فواتور، ست سيارات، اوكي اي كلمه اي حرف او اي ارقام من دول بيجي بعديهم كونسون ما بننطقش الحروف الاخرانيه دي، نطق ما بقولش سي فواتور وسان كليف، بقول سان سي. لو وراهم فويل بننطق الحاجات دي وبنعمل ليزون. خلينا اهم اكتر حاجه بننطق فيها الحاجات دي هي الفلوس، الاورو اليورو. يعني لو قلت كده هنبتدي طبعا هكتب كده سان كليف عادي، بننطقهم في حاله، في حاله الفويل بون برونونس بننطق، بننطق اوكي يعني اوكي بقول 5 يورو مثلا 5 يورو. لكن اللي بيخلصوا باس بنعمل فيهم ليزون، يعني بقول مثلا سي الاس بتتحول لزد في النطق، سي زيرو اوكي او دي زيرو اوكي. لو ويت هتبقى ويت تورو. يبقى هنا نطقناهم عشان الكلمه بتبتدي بفويل، فقلنا سي زيرو الاكس صوت الاس ده اتحول لزد عشان في اتنين فويل اوكي. لكن ممكن لو كلمه اوكي كده مثلا ست مطاعم مثلا او سي بلاش ست سندوتشات سي ساندويتش، عشان بس اوريكم احنا ممكن ننطقهم بس ما نعملش الليزون، ما نعملش الوصل. سي ساندويتش ما بقولش سيس ساندويتش، بقول سي ساندويتش اوكي. سي ساندويتش زي سي فواتور اوكي. اي كلمه بتبتدي فويل لازم هنعمل الوصل ده اللي هو الليزون، ان انا اخر حرف بلزقه في اول حرف الكلمه اللي بعدها. اقول 10 8 يورو اوكي، نطقنا التي ونطقنا الاس، نطقنا الزد عشان الليزون